حلب من جديد تدفع ثمن الحرب وثمن التفاوض، ووحدها تعاني في هذا الصراع الدموي من أجل توزيع الحصص والنفوذ. حوصرت الأحياء الشرقية وقطع طريق الكاستيلو، ودافعت حلب عن لقمتها بدواليب الأطفال الذين ضللوا لعبة الموت الروسية في واحدة من أطهر المعارك وأنبلها، وفك الحصار وحوصر النظام. اليوم يعاود النظام بدعم روسي حصار حلب، ومن أجل أن ترجح كفة المتفاوضين فقط، ويتم القبول بالأمر الواقع حلب مقابل بقاء الأسد في الفترة الانتقالية وتوزيع الكعكة على المتصارعين، فيما إرادة الشعب السوري أن لا حصة إلا للوطن. معارك عنيفة يخوضها في هذه الأثناء الجيش العربي السوري. أبواق النظام تعد لمعركة جديدة وتجيش من أجل خطوط اشتباك، ربما تكون هذه المرة على حدود إدلب. إنها حرب الكبار على حساب الدم العظيم.